تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في 2254 منفذا على مستوى الجمهورية. كما تقوم منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية بطرح عبوات بأسعار مخفضة بنسبة 50% عبر منافذها الثابتة والمتحركة. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد والمستمرة اعتبارا من الأول من يونيو ولمدة شهر لتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير غذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 40%. فخورين بالمشاركة في المرحلة رقم 26 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، والمبادرة موفرة أصناف كتيرة بأسعار مميزة وأسعار مخفضة زي الأصناف الاستراتيجية وأصناف الأدوات المنزلية عليها عروض قوية جدا، وأصناف الأغذية الطازجة نفس الشيء عليها عروض قوية جدا. مبادرة كلنا واحد فعلا السلع متوفرة بأسعار أقل بكتير من اللي موجودة برة، وهي دي اللي احنا محتاجينه فعلا. لا يا كل حاجه طبعا متوفره باسعار كويسه، حاسه ان الميزانيه معايا لا فرقت جامد بالخصم اللي موجود. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي ربطنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. تشهد هذه المرحله مشاركه واسعه من السلاسل التجاريه والاسواق التجاريه الكبرى وموردين لحوم وخضروات وفاكهه وتجار جمله وتجزئه لضمان وفرة المعروض عبر 2254 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية، كما أن البعض منهم يشارك للمرة الأولى استنادا إلى نجاحات المبادرة في دعم المواطنين في مراحلها السابقة. ما زالت الوفرة موجودة وما زالت الحاجة موجودة، الرز، السكر، المكرونات، الزيت، نزلت أسعارها حلوة. لا المبادرة فايداني انا وفايده ناس كتير. انا بنصح كل الناس طبعا ان هي تتجه للاماكن اللي فيها المبادره، يلاقوا المنتجات متوفره وبسعر مخفض يقدروا يشتروا حاجات البيت ومتطلباته. جوده عاليه تتميز بها السلع المشاركه في المبادره فضلا عن اسعارها المخفضه عن مثيلتها بالاسواق، متاحه بالمنافذ والاسواق التجاريه الكبرى والشوادر الموضحه على موقع وزاره الداخليه على الانترنت لسهوله وصول المواطنين اليها. بقالي يمكن اكتر من سنتين بنزل هنا كل أسبوع أو 10 أيام أشتري كل احتياجات البيت، الأسعار معقولة جدا جدا وأقل من أي مكان تاني. الأسعار فارقة جدا، أنا بقدر أنوع الأنواع السلع عن بره، بقدر أجيب حاجات جدا ما بلاقيهاش بره ساعات. فبصراحة احنا حابين نشكر سيادة الرئيس على المجهود المبذول لينا وللشعب، وده إحساس منه بالشعب فعلا، يعني متشكرين جدا. كما تواصل منظومة أمان وتزامنا مع المبادرة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وقوافل السيارات على مستوى الجمهورية، وكذا توفير عبوات تحتوي سلع غذائية بتخفيضات تصل نسبتها إلى 50%. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد. ونشكر السيد عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة إن هي بتساعد الفقراء وبتساعد المحتاجين، فإحنا عاوزين المبادرة دي بزيادة. يا كرتونة والله حلوة وربنا يخلينا الرئيس. صح يا مصر، صح يا مصر، صح يا مصر. تستمر مبادرة كلنا واحد في دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم من منطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية. دايما هنا سلطة.